موضوع الإيمان. ما أريد أقدم إيمان، تعبانة. أوكي ما تريدي إيه؟ بعد أنت رايحة الأسبوع اللي لون بالسوري يعني، رح أجيب لكم هذا مكان. يا ريت. كثير مبسوطة البنت لأنها شافت أمها امبارح، خلص صار عندها كل شيء مثل بعضه. لسه حلالة نعوم كثير زينة. شو كنت تعمل؟ ما فيني أحكي. أسمع 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 يعني أنا شنو؟ لعاد شو فيها؟ شو أسوي؟ بشو؟ يعني هسه أنا لازم أفكر بالإيفاد؟ لا مو شرط. شبك من الشغلة؟ خلص روحي انتي نامي وتركي الإيفاد لك. لا مش هيك يعني، بس لأنه ما عندي شيء أفكر. برأيك رح يعجب الجوري عن جد؟ إن شاء الله يا رب. هو واقعي 100% يعني، أنا الموضوع هذا عم فكر فيه، فهمتي؟ إنه أنا طول الوقت ولا عن جد ميرال بعد هيك بالبيت، خصوصا لما مثلا بنت خالتي ولا أي حدا عنده باي بالعيلة. مثلا كنت صغيرة كان بيألمني الموضوع كتير، إنه مثلا بنت خالتي بتروح مع باي يشتري الأغراض، شوفي أمي شوفي شو بتعمل، يعني رح أحكي لك بالضبط شو بيصير. تشتري لها أغراض بترجع هيك بتفرجيني عم تقول لي شفتي أسماء مثلا بابا شو جايب لي؟ بقول لها مبروك حبيبتي، من جوا تلاقيني زعلانة، بس مبروك لازم أقول لها مبروك يعني، بس من جوا كثير زعلانة. بقول أنا مثلا لو بابا عايش شو بعمل؟ معقول يجيب لي؟ لا أنا لو بابا عايش رح كان يجيب لي أحسن من هيك، أنا على طول إنه رح يجيب لي أحسن من هيك، أنا بعرف إنه بابا بيحبني كثير، فعلى طول هيك الموضوع. شوفي ماما شو بتعمل، حتى لما ما يكون معها مصاري، حتى لما ما يكون معه مثلا، لا أسمى أنت وأختك على أم جهزوا حالكم، شو؟ قالوا تعالوا نطلع مثلا، ما معه مصاري بتروح لخالي ولا أي حدا، تقول له أعطيني فلوس وبعدين رح أرد لك إياهم بكرة أو بعده مثلا أو شيء، بتاخذنا بتشتري لنا أي شيء، المهم إنه كأنه بابا موجود، كأنه بابا اشترى لي شيء، خلينا ننسى الموضوع، ما بنفكر فيه. أنا ما بعرف ليش جاي عبالي أقعد مثل المشردين، بس صار لي ساعة عم حاول أقعد مثل المشردين. حبيبتي إحنا هيك رح نضيع البرستيج. بلا برستيج. لا عم بنضيع البرستيج كثير هالأيام. بنطلون مخزون، كندرة خربت. الحمد لله مشي الحال. مرة تعرفي شو عملت؟ مرة بنت خالتي أبوها اشترى لها عروس، هيك عروس بتتكلم. عروس يعني لعبة صح؟ إيه. الكاميرا عم تتنفس يا ناس. عن جد. طيب فجابلها ابوها عروس وهيك، فاجت بتفرجينا العروس بتحكي وبتتحرك وهيك باربي. شوف فلا احنا فرحنا لها يعني، لانه بنحبها احنا متربيين مع بعض، وبعدين هي اختي بالرضاعة يعني، ماما مرضعتها. يعني المفروض تحس وتقوم شو؟ انا كثير لئيمة. كملي. لا احنا بنحبها يعني عشان هيك. لك ايه بس استلك ما بعرف، انا وقت اللي بيكون مثلا بي جايب لي هديه ورفيقتي صاحبتي حبيبتي على قلبي يعني هالقد غاليه، بي ميت مش حاجي شكلي بابا. لا احنا صغار كنا، انا بحكي واحنا صغار يعني، تخيلي بهالعمر بامها رح تجيب، ابوها رح يجيب العروس. صعب شو بعرف بنات لهلا باباهات. لا ما يمكن يشتري لها لبس، يشتري لها ميك اب، يشتري لها برفيوم، بس لا بعد بيجيبوا باربي بنات اطول مني منك. لا اختي بنت خالتي بتشتري لحالها، اذا بدها هيك بلوش او شيء بتروح هي لحالها تشتري لها، مش لا لا هي بالعكس هي عندها حنان اكثر منها. مسخه صح حكي. طيب فامل رح كمان، انا كمان بدي عروس وهيك. ماما من كتر ما الموضوع حط ببالها رحت اشترت عروس طول امل هيك قدها، اطول من اختي، وبتتكلم وبتتحرك. تخيلي انت ببالك يعني انه مهم احنا ما نحس بولا شيء، يعني بتفكري انه هيك ست. انا ما بزعل اني ما بشوفها ولا اسمع صوتها عن جد، فهمتي مراد؟ انا نفسي اشوف امك تشبهك ولا ما بتشبهك؟ بشو؟ بطبع؟ شكلي شفتيها بالصورة؟ بشكلي انا بحس انه انا كثير لبابا. بالواقع غير بالصورة، يعني بتختلف.
بعدين طبعا ماما ماما كبرت قبل وقتها شوي ميرال، لانه بعرف ماما تعبت كثير علينا، تعبت كثير كثير فوق ما تتخيلي. بالطبع فوق ما بتتخيلي، مش رح اقول لك ومش رح افسر، بس فوق ما بتتخيلي. انا حبيبتي نحن مو كثير بعد. من الاخر ماما نسيت حالها انها ست من الاخر، يعني فهمتي؟ انه على طول بيجوا مين يخطبوا هيك. احنا صغار كنا احنا رافضين الموضوع، بس لما كبرنا قلنا لها ماما اوكي يعني فاين، يعني انه فاين خلاص شوفي حياتك، فهمتي؟ قولي لا حياتي انتو شو اختك، انا متزوجة يعني هيك بالنسبة لي متزوجة. شوفي خليني ما بعرف شو بدهم، كم ما عجبتهم عدد الشحادين تبعي، خليني غيرك. بس هي قاعدة ترفض الموضوع. أنا بابا هلا عنده من 94، عنده 16 سنة متوفي، قربت على 16 وقال شوي، ولا بتفكر، مش رافضة ولا بتفكر أصلا بهيك موضوع. غني يا أبي لا صبر ربع، عايزاكي تسمعيني أنا بقولها. انت خيمتنا الأمينة، وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، وانت لما مش أمل، انت خيمتنا الأمينة، وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، احساس وانت لما مش أمل. يا أبي طبيعية، يعني في صوتي كمان حلوة قوي قوي جد، والحتة اللي بتعلي فيها مش باين بحة والكلام ده خالص ما من القلب. قولي لي هتعملي الفكرة اللي قالك عليها محمود؟ لا حد هيتقدم لك او كده؟ خطبة. ايه هيتقدم لك؟ هي هتعمل خطوبة، يعني مش هتعمل، انا مش هعمل يوم فرحة يوم لا غيرت خطوبة.